السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في شهيوات هنية الهوارية. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم مسمن معمر بواحد الحشوة اللي كتجي رائعة البنات، نتمنى تجربوها. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير. المقادير اللي عندنا هنا، عندنا واحد الكمية ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وهنا عندي تقريبا كاس ونصف ديال الدقيق ديال الفينو. هنا على حسب الدقيق، ما يمكنش لي نقول لكم الكميه، لان كما كيقولوا المغاربه عينك ميزانك، على حسب شحال بغيتي ديري انت ديال المسمنات. وهنا عندي معلقه كبيره ديال سنيده، وهنا عندي واحد الكيس ديال خميره الحلويات، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الملح. وغادي نضيف ان شاء الله هنايا، غنضيف واحد المعلقه كبيره حتى جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون. صافي البنات، وهنا عندنا الماء، الماء عادي ديال الصنبور. بسم الله على بركة الله. صافي البنات، هنا غادي نخلط هذا الخليط. خلطوا مزيان حتى تنسجم لنا الخميرة والملح والزيت. من بعد هنا غادي نضيفوا الماء. هنا دائما البنات الا بغيتو الوصفات تاعكم ينجحو، ديال المسمن معمر ولا مسمن العادي، ديما نعجنو العجين ديالنا من قبل، نوجدوها مثلا بحال السطح نوجدوها، وغادي نبغوها للعشية باش تخليها ترتاح، باش الماء ارتاح ديال العجين كتنجح معانا، كتجي معانا كتجي رائعة. اي حاجة عمرتيها بها كتجي زوينة الورقة ديالتها. صافي، انا غادي نبقى مستمرة على العجين ديالي حتى نجمعها. هنا صافي البنات، من بعد ما جمعناها ما كتحتاج تدليك بزاف، بقاو غير شويه. صافي، وغادي ندهنها هنا بشويه الزيت، زيت المائده. صافي، وغادي نقلها هذا السلوفان او شي كيس بلاستيكي. هنا البنات نخليها ترتاح لمدة ساعة حتى ساعة ونص، باش ما خليناها ارتاحت العجينة البنات راه كتجي معانا رائعة. إلا كنتو مزروبين بها تقدر تخلوها غير نص ساعة، ولكن من الأفضل تخليها ترتاح مدة ساعة حتى ساعة ونص. صافي، ودابا إن شاء الله غادي ندوزو للحشوة اللي غادي نديرو فيها. وهنا البنات، هنا الحشوه اللي غنحتاجو ليها ان شاء الله، غنحتاجو هنايا عندنا الجزر اللي حكيناه بهذا الشكل،
وهنا عندنا الكورجيت حتى هو اللي حكيته بالحكاكه بهذا الشكل هكا. هنا الكميه البنات اللي حبيتو نتومايا. وعندي هنا الفلافل، هنا الفلا اللي قطعتها بهذا الشكل هكايا مربعات صغيره. وعندي هنا القزبور والمعدنوس، هنا عندي المعدنوس كتير على القزبور. وعندي هنا واحد الضامه ديال البنه، وهنا واحد العلبه ديال الثوم، تقدروا ديروا علبه تقدروا ديروا جوج على حسب المتوفر عندكم. وهنا عندي واحد الكميه ديال صدر الدجاج اللي قطعتها حتى هي بهذه القطع هكا صغيره. وهنا عندي بصله كبيره، واحد البصله كبيره اللي حكيتها بهذا الشكل. هنا من الافضل فهاد الوصفه اللي بغيت ندير، من الافضل نديرو البصله تكون محكوكه كتعطي لهاد الحشوه واحد اللذه رائعه احسن من اللي قطعناها. وعندي هنايا الزيتون اللي مقطع بهذا الشكل. وهنا عندي واحد الكميه ديال الشعريه الصينيه اللي ديجا درناها في الماء الطايب وقطعناها، درناها في الصفايه وقطعناها بهذا الشكل. ودابا هنايا ان شاء الله التوابل غادي نقولهم لكم في الطهي ديال هذه الحشوه. هنا صافي البنات، هنا عندي المقله ديالي غندير فيها البصل، غندير فيها الفلافل والفلفله، وهنا غنضيف الزيت. هنا عندي الزيت ديال الثوم هو اللي غنضيف ليه، وغنضيف ليه واحد شويه الزيت البلديه باش تعطينا لذة لهاد الحشوه. صافي صافي، غادي ان شاء الله نخليها تشحر واحد شويه، من بعد عليه غادي نزيد الجزر ونزيد الكورجيت تتهبط لي شويه هاد الفله. صافي البنات نبقاو مستمرين حتى تتهبط لينا. صافي هاهي دابا راه هي هاديك، غنضيف ليها الدجاج، القطع تاعو الدجاج، غنضيف لها هنايا واحد تلات بريصات تاع التوم. هنايا ما عندكم هاد التوم ديرو بودر. بعد غادي نزيد التوابل، التوابل اللي عندنا فيهم الملح تقريبا معلقه صغيره ديال الملح، غادي نزيد الحرقوم حتى هو تقريبا معلقه صغيره، وغنزيد التحميره حتى هي معلقه صغيره، وهنا سكينجبير حتى هو معلقه صغيره. وهنا غادي نزيد قليل من القرفه، صافي البنات نخلطو. هاد الحشوة ما نقولكمش عليها البنات كيفاش كتجي، كتجي رائعة في المذاق ديالها. نضيفو ليها القرفة تعطيها واحد اللذة رائعة. صافي هنا غادي نزيد هذاك الجزر والكورجي باش كلشي يطيب، باش كلشي يطيب معانا.
نرى الكمية اللي حبيتو البنات على حسب شحال يديرو ديال التمنات. صافي وانا غادي نضيف هذه الكميه ديال القزبر والمعدنوس. هنا البنات النار ديالنا تكون مجهده مرتفعه باش هنا ما يطلقش لينا داك الماء باش تطيب لينا وما تطلقش داك الماء ديالها. البصله والقزبر البصله عفوا والجزر والقرفه باش ما يطلقوا لنا داك الماء ديالهم، العافيه تكون مجهده. وهنا غنديروا الضامه ديال القنوط البنات، وغادي نزيد ليهم حتى الزيتون باش يطيب معاهم حتى هو. هنا البنات تقدروا تزيدوا الحار وتقدروا الهريسة وتقدروا تزيدوا حتى الابزار، انايا ما ضفتهمش. صافي البنات، هنايا ما غاديش نضيفوا الشعريه الصينيه والطون ديالنا. هنايا غنخلو الطون ان شاء الله حتى يطيب لنا الحشوه ونطفو على النار اللي نضيفوها، ما غاديش نطيبوها معاها. والشعريه الصينيه غنخلو الحشوه حتى تطيب لينا ونضيفو الشعريه الصينيه وواحد شويه نحركوها غير حتى شويه صافي ونطفو ليها. يلا بقاو معنا حتى تطيب الحشوه ديالنا، ما نسدوش عليها البنات، نخلو النار مجهده ونبقاو نحركو حتى تهبط لينا هاد الحشوه. هنا البنات، هنا صافي هي العجين ديالنا خلينا ارتاحت. ها هي كيفاش كتجي، كتجي رطبه. هنا دابا ان شاء الله غادي نديروها كويرات، غندهنوا يدينا بشويه الزيت وغنديرها كويرات بهذا الشكل. هذا الشكل البنات، صافي نديرو ليهم شي سلوفان من الفوق باش ما ينشفوش لينا. بهذا الشكل البنات حتى نكمل هذه الكميه. هنا البنات، هنا صافي راني كملت الكويرات اللي عندي وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق صافي، ومن بعد ان شاء الله نعمروهم. هنا البنات، هنا شوفوا، هنا حد النار ديالنا جهدناها، شوفوا الماء ما كيطلقش لينا، شفتي الحشوه ديالنا كتبقى ناشفه. اما انا نقصت النار راه غادي يطلق لكم، ما غاديش ينجح معكم، ما غاديش يجيكم بنينه. صافي هنا دابا راه طفت لينا هاد الحشوه، غادي نضيف ليها الشعريه الصينيه نخلطها واحد شويه وصافي وغنطفي ليها. هنا غنضيف الشعرية الصينية اللي قطعتها بهذا الشكل بالمقص. صافي البنات، نبقى نحرك شوية باش متنساش من هي مع الخليط بهذا الشكل. واحد الرائحة البنات كتطلع فيها رائعة البنات، ما شهيتكم حيت كنضيف هذيك المعلقة صغيرة ديال القرفة كتواتى مع الدجاج كتعطيه واحد اللذة بنينة. البنات جربوها وصدقوني ردوا عليا كيف جاتكم. صافي البنات، انا هنايا غادي نطفي ليها
صافي. وهنا غنضيف ليها هذاك الثوم، هنا البنات تقدروا تضيفوا حتى الفرماج الاحمر، كيجي تا هو فيه رائع البنات، تحكوه وتضيفوه ليه. انا غير ما توفرش عندي، ما ضفتوش، تا هو كيعطيها واحد اللذة بنينة. صافي البنات، خلط واحد شويه هكا صافي. وغادي هاد الحشوه غادي نديرها في شي اناء اخر باش تبرد ليا، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للعمارة ديالها. صافي البنات، هنايا غادي ناخذ المسيمونه ديالي، غندهن سطح العمل بالزيت. صافي، وغادي نبسط المسيمونه ديالي. شوفوا هنا البنات، الا خلينا العجين كترتاح كتجي رائعه البنات، كتجي سهله انك تسرحيها بلا ما كتقطع على والو. صافي، هنا غادي نضيف الزبده، صافي، ونجيب لها هكا بهذا الشكل. بهذا الشكل البنات بكل سهولة. صافي، نبقى مستمرة نكمل هاد الكمية اللي عندي ديال المسيمونات باش يرتاحوا ليا، ونغطيهم عاود تاني بكيس بلاستيكي. نضيف تاني الزبدة، صافي، نجيب هاد الجانب هنايا، نعاود نجيب الآخر تا هو هنا، صافي، ندهن تاني بشوية الزبدة بهذا الشكل. صافي البنات، انا غنبقى مستمرة على هذا الشكل تنكمل هذه الكمية اللي عندي. هنا صافي البنات، من بعد ما كملت المسيمونات ديالي غادي دابا ان شاء الله نبداو، نشد المسيمونه ديالي ندلها بحال هكا. وهنا البنات نخلو الحشوه حتى تبرد تماما، نخلوها سخونه باش ما تخسرنا العجين ديالنا، وغنضيفوها، نديرو هنا تقريبا معلقه كبيره، منعمروش بزاف باش ما تخرج لنا من الحشوه ديالنا بهذا الشكل. وناخذ هذا الجنب نديرو هنايا، ونجيب الجنب الاخر حداه بهذا الشكل، نعاود نجيب تاني هذا الجنب الاخر هنايا، نجيب الاخر تاني هنايا، وهنا هذو اللي محلولين غادي نحاولوا نسدوهم بهذه الطريقه هكايا.
صافي. وانا غادي نسد هنايا بواحد الزيتونه باش ما تطحنش لي العجين. صافي البنات بهذا الشكل، ونحط في الطاوه ديالي. نعاود معاكم واحده اخرى. نحاول نبسطوها غير شويه ماشي بزاف. صافي نعاود تاني. نحاولوا بهذه الطريقة هكا نقرصوهم، بهذه الطريقة نقرصو العجينة هكا باش تسد لينا. صافي وهنا غنسدو الزيتونة. صافي البنات بهذا الشكل بنبقى مستمرة على هكا حتى نكمل هذه الكمية اللي عندي. هنا البنات داني كملت هاد الكميه اللي عندي. هنايا عندي درت صفار البيض ودرت معاه شويه تحميره وقايم من الحليب وخلطتهم مزيان، هما باش غندهن هاد المسمنه بتوعي. هنايا التحميره باش تعطينا اللون لهاد المسمنات. هذا الشكل البنات. صافي هنايا غادي نزينهم انايا بشويه الشنشلان وبشويه الخشخاش اللي حبيتو نتوما تزينو بيه، تقدروا تخلوهم غير هكاك. بهذا الشكل هكايا. هاد الاخرين غادي نزينهم بشويه الشنجلان. هنا البنات راني الفران شاعله ليه من قبل على درجه 200 درجه، هنشعلو من التحت حتى يسيبو من التحت ونعاودو نشعلو الفوق وتحمر. ها هو الشكل النهائي ديالنا البنات ديال المسمنات معمرين اللي كيجيو رائعين البنات، وكيجيو بواحد اللوين اللي هو زوين. شوفوا كيفاش كيجي اللوين ديالهم بهذيك التحميره اللي درنا ليها وداك التزيين باش زيناهم.
كيجو رائعين البنات، وكيجو مقرمشين. ها شوفوا كيفاش كيجو، كيجو لداد وكيجو محمرين، كيجو بواحد الحشوة رائعة. كنتمنى تجربوها، شوفوا كيفاش كتجي، كيجو مقرمشين. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائدة على الجميع. وشكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.